إذن استمعنا إلى خطاب الرئيس الأمريكي باراك أوباما وأعلن فيه جملة مواقف تاريخية عن إعادة العلاقات مع كوبا. أوباما قال أنه أوكل إلى وزارة الخارجية الأمريكية المباشرة في النقاش مع كوبا لربط الأواصر الدبلوماسية من جديد، تشكيل السفارة في هافانا. وهنا لابد من الإشارة إلى أن العلاقات بين أمريكا وكوبا مقطوعة منذ عام 61، أي ما يقارب النصف قرن. أيضا أقر وفد تشكيل وفد رفيع المستوى سيزور هافانا في وقت قريب ويتبادل الخبرات المشتركة في أكثر من مجال. كان أيضا من القرارات التي أعلنها باراك أوباما أن الكونغرس سيبدأ سريعا بحث رفع العقوبات عن كوبا. وقال شدد على أهمية العلاقة بين الطرفين، على الأمريكيين والكوبيين يجب أن يعملا سويا في أكثر من مجال، وربما استذكر مسألة التعاون الصحي. وأيضا قال أنه يتطلع إلى مزيد من التعاون، إلى مزيد من تفعيل هذه العلاقات على أكثر من مستوى، كان على المستوى التجاري أو حتى على مستوى زيارة الأمريكيين إلى كوبا، وأيضا التدفق الحر للبضائع بين البلدين. قال أنه حان الوقت لاعتماد مقاربة جديدة في العلاقات، إعادة النظر في أيضا تطبيق أو تصنيف كوبا كدولة داعمة للإرهاب، لأنه قال بأن هذا الزمن تغير أساسا مفهوم الإرهاب في ظل وجود داعش والقاعدة وإرهابيين، يعني هناك مفهوم آخر تشكل مع وجود هذا التنظيم. أيضا سيكون هناك تدفق حر للأموال المرسلة إلى كوبا، أيضا تدفق للإنترنت، يعني رحب ربما بانضمام كوبا إلى عالم الإنترنت إذا صح التعبير. وقال بأن ألان جروس المسجون منذ عام 2009 في كوبا خرج لأسباب إنسانية، أيضا تحدث عن هذه الأسباب الإنسانية وشكر البابا فرانسيس على وساطته في هذا الإطار، وأيضا شكر لكندا التي مهدت لإعادة تطبيع العلاقات أو النقاش الحواري بينهم وبين كوبا. أيضا سيكون أعلن أن الولايات المتحدة ستفرج عن سجناء اعتقلوا عام 98 في الولايات المتحدة الأمريكية بتهمة تجسس وحكموا عام 2001، يعني بعد كل هذه الأعوام سيتم الإفراج عنهم كما قال الرئيس الأمريكي. أيضا كان هناك حديث لراول كاسترو الرئيس الكوبي الذي قال أن إخراج المسجون الأمريكي ألان جروس هو تم لأسباب إنسانية. أيضا قال أن كوبا والولايات المتحدة الأمريكية أعاد العلاقات بينهما، ولكن هذا لا يعني أن القضايا الأساسية قد حلت. كان هناك يعني الخطاب كان يبث بالتزامن من واشنطن وأيضا من هافانا، كان خطاب للرئيس الكوبي، ولكنه قال أيضا راول كاسترو أن الحصار يجب أن يتوقف، وأيضا أنه يجب إجراء حوار لمصلحة البلدين. في كل الأحوال لمناقشة هذا التغير التاريخي في العلاقة بين أمريكا وكوبا ينضم إلينا الآن من هافانا الإعلامي الفلسطيني باسم إسماعيل سالم. أهلا بك أستاذ باسم. يعني بداية، ما أهمية ما يحدث اليوم بين أمريكا وكوبا، وكيف بعد كل هذا الوقت توصلنا إلى هذه النتيجة؟ نعم، أهلا بكم في الميادين، وهذا يوم تاريخي بالنسبة للشعب الكوبي. يعني إحنا عايشين هنا في كوبا ونراقب ونتلمس الفرحة اللي موجودة عند الشعب الكوبي كلها والقيادة الكوبية بعد هاي الفترة الطويلة من أكثر من 16 سنة من الاعتقال الظالم. الإفراج عن المعتقلين جاء في فترة من فينا يعتبرها نضوج، يعني لعملية الضغوطات اللي تمت داخل الولايات المتحدة الأمريكية. بالأساس هو الموقف الصلب الكوبي القيادة والشعب خلف أبطالهم وأبنائهم والنضال من أجل إطلاق سراحهم. لكن هذا شيء طبيعي، كوبا لم تكن لوحدها، وأن التضامن الأممي وعلى مدار 16 عام في هناك كثير حتى في العالم العربي طبعا، واللجنة العربية النشيطة في بيروت من خلال أختنا ورفيقتنا وفيق إبراهيم وكل المتضامنين ونحن الفلسطينيين كمان كنا نناضل مع الكوبيين من أجل الصراحة. يعني هذا النجاح جاء نتيجة التضامن الأممي الواسع جدا لهذه القضية العادلة وإطلاق السراح. تأتي في ظل إمكانية لأنه تعود
جزئيا وتدريجيا العلاقة بين الولايات المتحدة وكوبا على قاعدة احترام السيادة وعلى قاعدة الاستقلال واحترام الإرادة الكوبية والهوية الكوبية والاستقلال الكوبي. هذا يعني ما يقول الكوبيين رسميا وشعبيا. طيب بما أنك تتحدث عن هذا هذه النقطة بالذات أستاذ باسم، كان هناك إشارة في كلام الرئيس الأمريكي إلى أنه قال لا يمكن لكوبا أن تستمر بالسياسات التي اعتمدتها طيلة هذه السنوات. كيف تفهم هذه الإشارة؟ هل سيكون هناك شروط أمريكية ربما على كوبا في المرحلة المقبلة لكي تعاد العلاقات وترفع العقوبات بشكل كامل؟ أنا أعتقد أنه تاريخيا القيادة الكوبية والشعب الكوبي ليسوا في يعني في مكان أو في ظروف اللي تخليهم يتخلوا عن المبادئ الأساسية. هم محتاجين لفك الحصار، هم محتاجين لتطبيع وعلاقات تكون طبيعية بين أمريكا وبلدهم على قاعدة مثل ما يحصل مثلا بكوبا وفيتنام وكوبا والصين إلى آخره. وبالتالي النقطة الأساسية عند الكوبيين هي عدم تقديم تنازلات مبدئية في العلاقات. يمكن في مصلحة مشتركة ويتم العمل على أساس المصالح المشتركة. نعم. والأساس في هذه العلاقة هو احترام الاستقلال لكوبا. هذا ما يقوله الكوبيون. طيب أشكرك سيد باسم إسماعيل سالم الإعلام الفلسطيني، كنت معنا من هافانا. سنتابع في تغطيتنا لهذا الإعلان التاريخي الكوبي الأمريكي. تنضم إلينا هنا عفوا سيدة وفيقة إبراهيم المنسقة الوطنية للجنة التضامن مع قضية المعتقلين الكوبيين. قبل أن نتحدث عن أي شيء في السياسة وإلى ما آخره، ماذا يعني إطلاق هؤلاء المعتقلين الكوبيين بعد كل هذه السنوات من الاعتقال بالنسبة لكوبا وبالنسبة لكم أنتم كمتضامنين؟ بالحقيقة أنا أول شيء بحب أقول إنه نحن بفرحة عارمة لعدة أسباب، مش بس لأنه الشباب صاروا اليوم أحرار واليوم رح ينضموا لعائلاتهم، ولأنه نحن منحس إنه انتصرت الإنسانية. هو انتصار للإنسانية بكل معنى الكلمة، هو انتصار للثقة اللي وضعها الشعب الكوبي وكل أصدقاء الشعب الكوبي بالقيادة الكوبية. الرئيس فيدال كاسترو القائد وزعيم الثورة الكوبية لما قال سنة 2002 ثقوا بي سيعودون، مع أنه كانوا يعني في أحكام جائرة عليهم بمؤبدين زائد 15 سنة وإلى ما هنالك، كانت العالم وضع كامل الثقة، واليوم بالحقيقة تحقق هذا الحلم. وإذا فينا أنه ناخذ عبرة مما حصل الحقيقة هو أنه قاوم لتنتصر، أصبر لتنتصر، يعني غير الصبر والمقاومة ما بيودي للانتصار أبدا. واليوم الشعب الكوبي أعتقد أنه يعيش فرحة كبيرة جدا، ربما ولا أبالغ تقارن بفرحته يوم انتصار ثورته بالتأكيد. طب سيدة وفيقة، بما أننا نتحدث عن هذه القضية ربما الكثير من المشاهدين تغيب عنهم لأن قضية يعني منذ أكثر من 16 سنة، يعني هذا وقت طويل. نعم. يعني لو تذكرينا بالمراحل الصعبة التي مرت بها قضية المعتقلين وكيف يعني تم اعتقالهم. نعم. وعلى أي أساس؟ هي قضية فعلا تتعلق بالمباشر بخمسة معتقلين، ولكنها قضية شعب بأكمله. هي قضية مرتبطة ارتباط مباشر بالحصار المفروض على كوبا منذ 55 عاما، منذ أكثر من نصف قرن، وأيضا مرتبطة ارتباط مباشر بالأعمال الإرهابية التي كانت تقوم بها المجموعات الإرهابية المعادية للثورة الكوبية والمقيمة على أرض الولايات المتحدة الأمريكية. هم اعتقلوا لأنهم كانوا يسعون لحماية شعبهم والشعب الأمريكي أيضا من الأعمال الإرهابية التي كانت ترتكبها وتقوم بها تلك المجموعات. إلا أن التعنت الأمريكي بالحقيقة منع حل هذه المشكلة طيلة 16 عام. يعني يكفي كانت ورقة ضغط على نعم ورقة يعني. ضغط دائم وانتقام سياسي وأيضا تلبية لرغبات اللوبي الرجعي
الكوبي اليمين المتطرف اللي له تأثير كبير في المجتمع الأمريكي أو في السياسة الأمريكية. خلينا نقول يعني الحملة التضامنية العالمية لأن ضغطت بشكل كتير كبير وبالتعاون مع الشعب الكوبي، هذا الشعب المخلص الوفي الذي لا ينسى أسراه فعلا في السجون، يعني ناضل ما فيه الكفاية وصبر، صبر على كل الضغوطات لأنه كان على ثقة أن هذا الصبر سيؤدي بنهاية المطاف إلى ذلك. سيدة وفيقة، نحن نشاهد الآن على الشاشة يعني هنا عندنا في الاستوديو راول كاسترو قد تحدث الرئيس الكوبي بالتزامن مع حديث الرئيس الأمريكي، وكأن يعني هناك مشهد فعلا جميل بعد كل هذا الوقت. أنت استمعتي إلى راول كاسترو ماذا تحدث؟ ما أبرز ما قاله الرئيس الكوبي؟ ماذا تأمل كوبا الآن بعد كل هذا الوقت من قطع العلاقات؟ يعني كوبا اليوم تحتفل بانتصار نظريتها، يعني الرئيس فيدل كاسترو عندما انتصرت ثورته بالحقيقة الزيارة الأولى التي قام بها يومها كانت للولايات المتحدة الأمريكية ليقول لها نعم لحسن الجوار ونعم للعلاقة الندية على قاعدة الاحترام المتبادل، لكن الولايات المتحدة الأمريكية ضربت عرض الحائط تلك الزيارة وبدأت يعني أن بدأت تحييك المؤامرات على كوبا لإسقاط النظام بشتى الوسائل، لأن حينها كان العالم مقسوم أساسا. نعم، ولكن يعني انتهت الحرب الباردة وانتهى المعسكر الاشتراكي واستمرت الولايات المتحدة الأمريكية بنفس السياسة وربما أكثر حدة وأكثر يعني أكثر قساوة، الحصار كان يزداد قساوة كل عام، يعني لم يتغير وضع هذا الحصار، لكن كوبا قالت سنصمد وسنبقى على نفس الموقف ولن نتغير. اليوم الرئيس هذا ما قاله كاسترو. نعم، وقال الرئيس الكوبي شيء مهم جدا، قال نعم نحن نشكر يعني الرئيس أوباما على هذا الموقف الإنساني بموضوع التبادل، ولكن قال لم ينتهي الخلاف، هناك خلاف على مواضيع شتى ومواضيع نحن أعدنا الحوار على قاعدة الاختلاف، الإقرار أن هناك اختلاف بين البلدين واختلاف متعدد الأوجه، يعني في الديمقراطية في مفاهيم حقوق الإنسان، أيضا تحدث عن أنها يعني آن الأوان لإزالة كل العقبات التي تلحق الضرر إنسانيا بالشعب الأمريكي والشعب الكوبي، كمنع السفر إلى كوبا مثلا والصعوبات التي تفرضها الولايات المتحدة الأمريكية على موضوع البريد والاتصالات والإنترنت نعم وأي شيء، يعني هي هذه عقبات لا يجب أن تكون موجودة، وتحدث عنها الرئيس راول كاسترو وقال أنها بداية لحوار على قاعدة الاختلاف. هناك طبعا أعلن عن إعادة العلاقات الدبلوماسية. أن أوباما تحدث كثيرا عن مسألة الديمقراطية، المفاهيم الأمريكية يعني مفاهيم طبعاً. بلده لهم كيف لها أن ولنا وحتى مفاهيم. قال بموضوع السياسة يعني يجب أن تتغير ربما. هل أنا كنت سألت هذا السؤال يعني ضيفنا قبل قليل، لكن هل تعتقد أنه سيكون هناك ضغوط معينة أمريكية على كوبا لكي تعود الأمور، أم أن الموقف الكوبي صلب لدرجة لا يمكن أن يقبل بضغوط؟ هناك واقعين، أنا أعتقد أننا يجب على الجميع أخذ بعين الاعتبار. أولا لن تتراجع الولايات المتحدة الأمريكية عن سياستها الرافضة لأي شعب يقول لها لا أريد، هذا كلمة لا تريدها الولايات المتحدة الأمريكية، يكفي أن تقولي لا لكي تعلن تشن الحرب عليك ولتفرض الحصار والعقوبات الاقتصادية إلى آخره، هذه مسألة. اليوم تلجأ إلى السياسة الناعمة لأنها رأت وتأخرت كثيرا بعد 55 عاما، انتبه الرئيس أوباما أن هذه السياسة عقيمة ولن تؤدي أبدا إلى سقوط الثورة الكوبية. اثنين، الواقع الثاني اللي هو واقع كما يقول الشعب الكوبي إلى أبد الأبدين، أن الإنجازات التي حققتها الثورة الكوبية وحققها الشعب الكوبي بعد كل هذه التضحيات بعد 55 عاما من الصبر على حصار جائر وعلى سياسة عدوانية ظالمة جدا، هل سيتخلى عنها اليوم لأن أوباما أفرج قليلا ورضي تكيف الشعب الكوبي مع الحصار؟ نعم. بشكل جيد، يعني أنت تعرفين فعلا الشعب الكوبي كيف كان يعيش كل هذه السنوات، لو تخبرينا كيف هي كوبا؟ عانى كثيرا الشعب الكوبي،
يعني صدقيني وأقولها دائما أنني أشك أن هناك شعب يمكن أن يتحمل ما تحمله الشعب الكوبي فعلا، ولكن كان يتغذى من الروح الوطنية التي لديه، هي روح وطنية متجذرة وعمرها مئات السنوات، يعني لم تبدأ مع فيديل كاسترو. الروح الوطنية لدى الشعب الكوبي ورفضه للانصياع للآخر والركوع أمام الجبروت القوى العظمى لا يقبل. حتى أيام الاتحاد السوفيتي لم يرضى الشعب الكوبي أن يخضع حتى لأصدقائه، لا يخضع. سنتابع في هذا الموضوع لأنه نريد أن تخبرينا الكثير عن كوبا، ولكن من المهم أن ننتقل الآن إلى واشنطن. أعتقد دكتور منذر سليمان مدير مكتب الميادين هناك. دكتور منذر، ما أهمية ما حدث اليوم، هذا الإعلان لأوباما؟ ما الذي غير الموقف الأمريكي؟ أيضا نريد أن نفهم منك ما الذي حدث يعني في الآونة الأخيرة لكي تعود العلاقات هكذا فجأة في بين ليلة وضحاها كما يقال. كان هناك انطباع أن أوباما عندما أتى إلى الرئاسة سيغير الكثير من أوجه السياسة الأمريكية التي لا تخدم الولايات المتحدة ولا سمعة الولايات المتحدة، وثبت فشلها. ثبت أيضا أنها ليست صحيحة لا في مصلحة الولايات المتحدة ولا في سمعة الولايات المتحدة التي ترغب في أن تكون سمعة عالمية جيدة. أبرز الآفات والأخطاء في السياسة الخارجية كان يرمز لها دائما هذه المقاطعة لكوبا على بعد 90 ميل فقط من الولايات المتحدة، وهناك الكثير مما يمكن أن تفعله الولايات المتحدة إذا كانت ترغب في التأثير في داخل كوبا. فكان حتى المنتقدون للسياسة الأمريكية أو للسياسة الكوبية يقولون بأن الانفتاح على كوبا هو الذي سيسهل عملية اختراق كوبا. كوبا التي كانت مع الاتحاد السوفيتي سابقا، كوبا التي تتمرد على الولايات المتحدة، كل هذه الأمور كان يقال بأنه لماذا هذه الدولة العظمى، الدولة الكبرى في العالم، لا تستطيع أن تتفاعل مع 10-11 مليون إنسان على بعد 90 ميل منها وتستطيع أن تحتويها؟ إذا كانت عاجزة عن احتواء هذا البلد أو التعامل معه فهي بالتأكيد ستكون عاجزة عن التعامل على المستوى أمور أخرى. لذلك أعتقد كان يتحين أوباما الفرصة، و الدستور الأمريكي يمنح للرئيس صلاحيات واسعة جدا مع اتخاذ زمام المبادرة أيضا، وبدأ العد العكسي لتركة أوباما. يضاف إلى ذلك أنه في الانتخابات النصفية الأخيرة قطاع واسع من الذين يتعاطفون مع كوبا أو من أمريكا اللاتينية وجدوا أن هناك خذلان لهم من قبل أوباما بعدم المصادقة على أو عدم طرح موضوع الهجرة غير الشرعية وتسوية أمور المهاجرين عموما. وهذا الأمر يدخل في نطاق التعاطف مع أيضا عائلات من كوبا. هذا لا يعني أنه وجد أنه حتى الحزب الديمقراطي ومن الحزب الجمهوري هناك انتقادات، ووجد أن من الحزب الديمقراطي تحديدا هناك هذا التراجع، فهو يتخذ خطوة ستكون إيجابية في نواحي كثيرة للحزب الديمقراطي له شخصيا، وفي نفس الوقت ستستعيد حيوية قطاع واسع من الناخبين الذين ارتدوا عن الحزب الديمقراطي في الانتخابات الأخيرة. ليس بالضرورة أنهم هم الذين أدوا إلى هزيمة الحزب الديمقراطي في الكونغرس، ولكن كان قطاع واسع وكان يمكن أن يتراجع أكثر. يضاف إلى ذلك أنه على المستوى الدولي للأسف لا تزال أمريكا ترسل إشارات متضاربة، هناك عقوبات على روسيا، قد يبرر ذلك بتصرفات روسيا أو في موقف التنافس الدولي، ولكن فيما يتعلق في كوبا العقوبات واستمرارها لم يكن هناك أي مبرر موضوعي منطقي لاستمرارها. وبتقديري أنه اختار فعلا في وقت قريب من أيضا مواعيد الأعياد مع اقتراب بقائه في السلطة لفترة قصيرة، ساعده في ذلك أيضا طبيعة الانتماء الديني للشخص المحتجز في كوبا، وبالتالي أن أعضاء الكونغرس سيكون لديهم نوع من التعاطف كون الكونغرس هو المعقل الطبيعي للمؤيدين لإسرائيل والكيان الإسرائيلي ولليهود عموما. فهو اختار هذا ما سأسألك عنه موقف. دكتور منذر، البحث في الكونغرس على رفع العقوبات على كوبا وإعادة العلاقات الدبلوماسية وكل ما إلى هنالك، سيلقى تأييد له أوباما في الكونغرس برأيك؟
هو ستكون معركة تتعلق بتعديل بعض قوانين داخل الكونغرس تطال مسألة مكافحة الإرهاب، ولكنه أشار حتى في خطابه حول الموضوع أنه كيف يمكن أن نستمر في اتهام كوبا في محاربة في أنها دولة دعم الإرهاب بينما هي تساعدنا في المعركة الدولية عموما وفي قضايا أخرى، موضوع حقوق الإنسان، مواضيع أخرى. هذه مواضيع تتعلق بالتدخل بسيادة الدول، وبالتالي لا يجوز أن تستمر كقضايا داخل القوانين الأمريكية تحد من عملية التعامل على المستوى الدولي. لذلك سيكون هناك معركة صعبة، لأنه كل أمر هو أمر سياسي في الداخل الأمريكي، بمعنى مع اقتراب الانتخابات الرئاسية. الآن بدأت الحملة الانتخابات الرئاسية على أشدها الآن، وجيب بوش أحد الأشقاء للرئيس بوش الابن اقترح اليوم أو طرح ما يفسر أنه على وشك دخول حلبة معركة الرئاسة الأمريكية. إذن أمريكا دخلت أيضا في مرحلة جديدة سياسية، سيكون هناك سجال سياسي كبير، سيكون هناك محاولة تسجيل مواقف، ولكن هو يشعر أنه بموقف أقوى لأن الزخم الشعبي داخل الحزب الديمقراطي وحتى على مستوى المستقلين وغيره سيكون ضاغط باتجاه تجاوز هذا الأمر والقول بأن أمريكا عليها تنفتح على كوبا، وأن من مصلحة الولايات المتحدة ألا تضع شروط لهذا الانفتاح والتفاعل، لا بل أنها إذا كانت واثقة للولايات المتحدة فيجب أن تثق بسمعتها وبأرائها وبمواقفها بما يؤدي إلى التأثير في الداخل الكوبي، وأن هذا التأثير يمكن أن يتم بالطريقة التي يرغب فيها منتقدو كوبا، بأن يتم عبر الوسائل الدبلوماسية، عبر القوة الناعمة، عبر التبادل الثقافي والتجاري والاقتصادي. طيب دكتور منذر، يعني أنت تطرقت في الواقع في بداية حديثك إلى نقطة مهمة جدا، وهي المعنى الاستراتيجي والدولي لهذه الخطوة. نحن نعلم كوبا في أي يعني من تدعم في العالم، أو من هم أصدقاء كوبا في العالم الذين وقفوا معها وما إلى هنالك. الآن في ظل هذا الاستقطاب الكبير بين أمريكا وروسيا، أمريكا وإيران، كيف سيكون موقع هذا التقارب من كوبا، وماذا ستفعل كوبا في ظل يعني هذا التجاذب الأمريكي الروسي الإيراني؟ يعني كان هناك تقطع في الصوت أحيانا، ولكن فهمت كيف سيكون لهذه الخطوة انعكاساتها على منطق العقوبات عموما، استخدام العقوبات كوسيلة للعقاب في السياسة الدولية. في تقديري أنها سترسل إشارة قوية جدا بعقم هذه السياسة، إذا كانت لأن كوبا نموذج صارخ على أن هذه السياسة لم تنجح على الإطلاق، وبالتالي العديد من الدول تعرضت للعقوبات بما فيها أخيرا إيران مثلا. لنأخذ إيران، يفترض أن تكون العقوبات هي تؤدي إلى العزل السياسي والدبلوماسي والصعوبات الاقتصادية التي تؤثر في إحداث تغيير داخلي. يمكن استخدام سلاح العقوبات على المستوى الجماعي، على المستوى الفردي هذه السياسة عقيمة، لأنها تحول دون التفاعل مع الدول، مع شعوب الدول المعنية، وبالتالي الحكومات تتخاصم، المصالح تتعارض وتتفاوت، ولكن لا يجوز أن يصل أي عقوبة، لأن هذه العقوبة هي عقوبة للجماهير، عقوبة للناس، وليست عقوبة فقط للقيادة التي تحكم في أي بلد ما. يضاف إلى ذلك أن مثلا نأخذ مثال طهران، يعني إيران الآن تجتمع على مستوى الدول 6+1، وكأنها منظمة دولية إضافية للمنظمات الدولية القائمة، كانت دول 8 الكبار والدول 20، والآن نجد 6+1، معنى أن كل هذه العقوبات لم تؤدي إلى نتيجة. إذن يفترض أن يتم إعادة النظر في هذا المنطق، لأنه بالتأكيد هو سيؤدي إلى صعوبات اقتصادية، إلى بعض التوتر في العلاقات الدولية، ولكن لا يمكن بناء نظام دولي على قاعدة العقوبات وعلى قاعدة إلحاق الأذى بالشعوب، لأنه كما صمد الشعب الكوبي وشعوب أخرى تصمد، يثبت أن هذه السياسة يجب إعادة النظر بها، وبالتالي سترسل بالفعل إشارة قوية للسياسة الخارجية الأمريكية نفسها بضرورة أن يعاد النظر في الكثير من المقاربات، لأن الولايات المتحدة تخشى دائما على سمعتها. دكتور وهي أحدثت داخل الخارجية، يعني نقطة أخيرة، أحدثت داخل الخارجية كثير من
حملات العلاقات العامة والمسؤولين عن حملات العلاقات العامة. العقوبات تؤدي إلى نسف كل المقاربات الإيجابية للنموذج الأمريكي على مستوى حقوق الإنسان، على مستوى التبادل الفني والتبادل الإنساني، على مستوى القيم الأمريكية الإيجابية التي تحاول زرعها على حرية الصحافة، حرية الإعلام، حرية التعبير، الحرية الدينية. كل هذه الأمور يمكن أن تتعرض للأذى إذا استمرت سياسة العقوبات. ابقى معي لو سمح الدكتور منذر سليمان. سيدة وفيقة، يعني أيضا بالنظر إلى العلاقات الدولية، وربما السؤال الذي كنت يعني أتمنى أن يجيبني عليه أيضا دكتور منذر، لكن من المفيد أن أسألك إيه. كوبا ما سيكون موقعها الآن التجاذب الحاصل الأمريكي الروسي؟ أنا برأيي دعينا لا نبالغ كثيرا بتأثير ما حصل على مجمل السياسة الدولية ومجمل التحالفات والتجاذبات في المنطقة بشكل عام، بشكل خاص، وفي العالم بشكل عام. ما حصل بكل بساطة هو بعض الخطوات التي تحصل بين أي بلدين، حتى وإن كانوا على مستوى من الخلاف، على درجة من الخلاف. لكن من كان يتعنت في هذا المجال ويرفض الحوار ويعزل ويقصي الآخر هي الولايات المتحدة الأمريكية. اليوم تراجعت الولايات المتحدة الأمريكية عن هذه السياسة، وقد فرشت السجاد الأحمر كما يقال لتغيير هذه، لإحداث هذا التغيير من خلال سلسلة من الافتتاحيات التي دأبت الصحف الأمريكية الكبرى على نشرها في الأشهر الأخيرة. يعني من 4-5 أشهر تقريبا أسبوعيا هناك افتتاحية في الواشنطن بوست، في نيويورك تايمز، في نيويوركر، تتحدث عن عقم السياسة الأمريكية تجاه كوبا وإلى أين نحن نسير في هذه السياسة وعلينا تغيير هذه السياسة وإلى ما هنالك. اليوم ما حصل هو تبادل يعني تبادل السجين الأمريكي اليهودي الأصل وهو عميل للاستخبارات الأمريكية مقابل الشباب الثلاثة من الخمسة الذين كانوا معتقلين في كوبيين في سجون الأمريكية، وبعض المساجين الذين كانت الولايات المتحدة الأمريكية تعبر باستمرار عن اهتمامها بالإفراج عنهم، وإعادة العلاقات الدبلوماسية. أنا قلت قبل قليل في مقابلة أخرى أن هناك مكتب مصالح للولايات المتحدة الأمريكية تديرها الولايات المتحدة الأمريكية، وهناك عدد كبير من الدبلوماسيين العاملين الأمريكيين العاملين في هافانا داخل هذا المبنى الذي هو مكتب مصالح. واليوم إعادة العلاقات الدبلوماسية فقط هو تبادل السفراء ربما أو قائمين بالأعمال، لا أدري على أي مستوى ستعاد هذه العلاقات. العلاقات الدبلوماسية موجودة بين كثير من البلدان الذين هم على خلاف كبير، وبعض الأحيان هناك مناوشات حربية وإلى آخره، وتبقى العلاقات الدبلوماسية. هذا العصر يجب أن يكون عصر الحوار، عصر الانفتاح، عصر العلاقات الدبلوماسية طبيعي. يعني أنا لا أرى بذلك سوى خطوة جدية ومفيدة جدا في لمصلحة الشعبين الأمريكي والكوبي، ستعود بالفائدة على العائلات التي تشرمت والتي منعت من السفر إلى كوبا. ما وضع هذه العائلات؟ ما أنك تتحدث عن وضع الإنساني، يعني نعم. التداعيات على الناس، والله تداعيات الحصار على الشعب الكوبي هي تداعيات دراماتيكية بكل معنى الكلمة، ولكن هناك ثورة تلعب دور الأب والأم لهذا الشعب، تحميه، تؤمن له كل الخدمات الاجتماعية المطلوبة. اليوم عندما انتشر مرض الإيبولا، الكرة الأرضية جمعاء طلبت من كوبا النجدة، أنه لم يستطع أي بلد في الكون أن يرسل أطباء بشر لتعالج مرضى الإيبولا. الجميع خاف، ولكن عندما دعت كوبا أطباءها المتطوعين، من يريد أن يذهب لمكافحة الإيبولا، كانوا الأطباء الكوبيين الحقيقة بالصفوف واقفين رايحين ليواجهوا الموت. يعني يعرفون أن هذا المرض قتال، ومع ذلك هم على استعداد لهذا التضامن الإنساني. ولكن على سيرة العائلات، الحقيقة أنا أريد أن أوجه
نوجه تحية كبرى لعائلات الشباب الخمسة الكوبيين والثلاثة اللي هن اليوم تحرروا، لأنهم صبروا كتير ووقفوا إلى جانب ثورتهم كما وقفت الثورة إلى جانبهم أيضا والشعب الكوبي بكامله. نحن في اللجنة الدولية كنا بمناسبة عيد الميلاد جهزنا رسالة نطالب فيها الرئيس أوباما بخطوة إنسانية سيشكره عليها الشعب الأمريكي والشعب الكوبي وكل أصدقاء المعتقلين الكوبيين في العالم ومنهم نحن. وكان بالحقيقة يعني تجدر الإشارة التوقيع الأول كان توقيع الأستاذ غسان بن جدو على هذه الرسالة تطالب بالإفراج عن هؤلاء الشباب. هذه الرسالة بدأنا بالعمل بها وأرسلناها في مطلع هذا الشهر، ونحن نعتبر اليوم أن الجميع يتقاسم هذه الفرحة وهذا الانتصار، هو انتصار للإنسانية للمشاعر الإنسانية للأخوة بين البشر. ونحن يعني بكل بساطة ما نفعله هو أننا نبادل كوبا هذه المحبة. التي سأتحدث عن هذا الضغط ربما الذي مارستموه طيلة هذه السنوات وكيف تطور الآن خصوصا في الولايات المتحدة، عندما تحدث دكتور منذر عن تأييد الكبير من قبل الديمقراطيين وتأثير الصوت الانتخابي لأي مرشح في أمريكا. ولكن دكتور منذر عندما يقول الرئيس الأمريكي أن يجب اعتماد تصنيف جديد للإرهاب يعني خصوصا مع وجود داعش، ماذا يعني هذا الأمر؟ هل ستنظر أمريكا بمروحة واسعة ربما من تصنيفاتها في هذا الإطار؟ موضوع تعريف الإرهاب مسألة شائكة جدا، لأنها دائما يدخل فيها الحسابات السياسية ونوع من الانتقائية في المصلحة الخاصة، ولكن لأغراض سياسية يتم اتهام دول بأنها ترعى الإرهاب. ولكن واضح تماما أنه فيما يتعلق في داعش وجبهة النصرة وتعلق بالحوض العربي الإسلامي أنه يتم إلصاق تهمة الإرهاب كان تقليديا كل بهذا الحوض بأي قوة، حتى كانت تهمة الإرهاب تلصق بالفلسطيني الذي كان يقال سابقا أنه مخرب. كلنا نتذكر في العقود الماضية أن الكيان الإسرائيلي كان ينظر لأي عمل نضالي فلسطيني بأنه عمل تخريبي، وانتقلوا بعد ذلك إلى عمل إرهابي. حتى كانت المنظمات الوطنية التي تقاوم الاحتلال كانت حذرة في استخدام تهمة الإرهاب للآخر، يعني كانت وتم بشكل سريع تجاوز كل هذه التحفظات. لذلك لا يزال يعني هناك تعريف عالمي ربما متفق عليه دون أن يتم التوقيع عليه يقول بأنه كل عمل يستهدف المدنيين لأغراض سياسية، لكنه يستهدف المدنيين في محاولة لتحقيق أغراض سياسية وغيرها يشكل عملا إرهابي يأخذ الحريات الفردية والحريات الجماعية إلى آخره. ولكن هذا يتم استغلاله، وكان يتم اتهام كل مقاومة للاحتلال بأنها إرهاب. دعيني فقط أود أن أوضح لنقطة أشارت إليها الزميلة العزيزة في الاستوديو ومفترض أيضا أن يتم توضيحها من واشنطن هنا. لا يعني هذا الموقف الجديد للإدارة ولأوباما أنه بالفعل تم تعديل جوهري في كل المقاربة الأمريكية. سيكون هناك الكثير من الانتقائية والمقايضات، وسنشهد داخل الكونغرس لأن الكونغرس هو في طرف آخر عن الحزب الديمقراطي وعن الرئيس، وسيتم مناورات سياسية كثيرة وسيتم استغلال موضوع العقوبات، بمعنى أن هذا الكونغرس لا بالعكس يرغب في إضافة عقوبات جديدة على طهران، يرغب في وضع عقوبات جديدة على روسيا. إذن طهران وروسيا لن تنجوا من إمكانية أن يكون اتخاذ خطوات تتعلق بالعقوبات، رغم أن هذه الرسالة حول كوبا تنسف منطق العقوبات كله وتجعله غير يعني قابل لكي يكون وسيلة من وسائل الضغط السياسي والاقتصادي المطلوب. لذلك أمريكا لا تزال تحتاج وواشنطن لا تزال تحتاج إلى وقت طويل لمراجعة الكثير من سياساتها الخاطئة والتخلي عنها، ولكن هذه خطوة جريئة هامة نوعية تصب في هذا الاتجاه. صحيح أنها في الفضاء الأقرب، صحيح أنها لها انعكاس داخلي، ولو كان هناك فعلا مصالح يعني لو كان هناك جالية روسية داخل الولايات المتحدة تنتخب وجالية إيرانية كبيرة، رغم وجود جاليات ولكن ليست بنفس القوة لأمريكا اللاتينية وليست بنفس القوة لآخرين، لكان هناك أيضا الكونغرس مضطر لتعديل هذه السياسة. يضاف إلى ذلك أن هناك مسار تشريعي يفترض أن يتم لتعديل سياسة ثابتة قائمة كانت خاطئة تجاه كوبا، وهذا الأمر قد يستغرق وقت، ولكن
القطار بدأ لعودة العلاقات الدبلوماسية الطبيعية أو التطبيع مع كوبا، وهذا أمر سيكون من الصعب لا الكونغرس ولا غيره أن يردوا أو أن يوقفوا. دكتور منذر، فقط يعني أيضا تعقيب، كان طبيعي أن يتخذ هكذا خطوة جريئة باراك أوباما في يعني الدورة الثانية أو في ولايته الثانية، لم يكن يتجرأ أن يتخذ هذا الأمر في الولاية الأولى؟ بالطبع يبدو أنه وصل إلى الجدار الأخير فيما يتعلق، لم يعد هناك انتخابات، فالكونغرس هو في الطرف الآخر. يضاف إلى ذلك أن الدستور الأمريكي يمنح على فكرة للرئيس حق سلطات العفو حتى عن المجرمين، وعادة ما يتم من قبل الرئيس في آخر أسابيع أنه يطلق حملة للإفراج عن كثيرين لأسباب مختلفة، وبالتالي من ضمن ذلك يستطيع أن يتخذ مبادرات في السياسة الخارجية طبعا بحدود ما، وأعتقد أنه اختار هذا الموقف فيما يتعلق بكوبا بذكاء، لأنه بالفعل إن كان على المستوى الإنساني وإن كان على المستوى الجغرافيا السياسية وإن كان حتى على المستوى الاقتصادي والمعيشي وغيره، هناك أسباب كثيرة تبطل منطق استمرار هذا العزل، وخاصة أن رئيس ديمقراطي هو كندي، هو الذي فرض العزل والعقوبات كلنا نتذكر في الستينات، ويفترض برئيس ديمقراطي أيضا أن ينهيها، وباعتقادي أنه هذا ما حاول أوباما، إنها لتركة أوباما أكثر من أي شيء آخر، هو يحاول أن يجمع شيء لتركته يمكن أن يقال عنه بأنه كان رئيس جيد، لأنه حتى الآن تكال له الاتهامات من الداخل ومن الخارج. شكرا لك دكتور منذر سليمان، مدير مكتب الميادين في واشنطن، على هذه الإضاءة. الآن سينضم إلينا من هافانا مباشرة على الهاتف الإعلامي الفلسطيني نور الدين توفيق مصطفى. أهلا بك أستاذ نور الدين، اشرح لنا أو أخبرنا عن المداخلة الآن. نعم أنت على الهواء أستاذ نور الدين، واضح؟ اشرح لنا كيف تعيش هافانا هذه الساعات مع هذه الأخبار، مع هذا التطور التاريخي. نعم ألو. نعم تفضل، كيف استقبل الكوبيون هذا الخبر؟ تسمعني أستاذ نور الدين؟ نحن نعلم أن الخطوط ربما تكون صعبة مع هافانا بسبب الحصار، ما ستتحسن مع الوقت. طب إلى حين أن يعود الاتصال. سيدة وفيقة، الآن أفرج عن ثلاثة، ولكن يعني لماذا ثلاثة فقط؟ هم كانوا خمسة، ولكن هناك اثنان أكملوا عقوبتهما حتى اليوم الأخير وخرجوا، وهم الآن في كوبا طبعا مع عائلات، ولكن الحالات الأصعب كانوا هؤلاء الثلاثة. طب كيف كان العمل طيلة هذه السنوات؟ يعني كيف كانت، شكلتم لوبي ضاغط فعلا؟ يعني كانت هناك رسائل كما قلت في كل مناسبة. نعم ربما نعم. لا كيف كان لم نكتفي عملكم؟ نعم لم نكتفي بالرسائل، هناك كان هناك تنسيق كبير على مستوى دولي. أنا أيضا ممثلة اللجنة الدولية التي مقرها في الولايات المتحدة الأمريكية وفي كوبا، اللجنة الدولية لقضيتهم في العالم العربي. لدينا لجان في كل دول العالم ما يزيد عن 385 لجنة تضامن مع قضية هؤلاء الشباب. كيف تتماهى العالم مع هذه القضية؟ الحقيقة لأن وراء هؤلاء الشباب شعب عدد 12 مليون نسمة يطالب بهم، وأيضا الثورة الكوبية تطالب بهم لدى كل أصدقاء. نحن يعني لم نترك شيء لم نفعله بالحقيقة، حتى أننا قصدنا قمم، أعلى قمم في القارة الأوروبية وفي القارة، هنا ذهبنا إلى قرنة سوداء ورفعنا لافتات تطالب وتناشد الرئيس أوباما بالإفراج عنهم. كما قيل فعلا أو حضرتك تفضلتي أن الرئيس أوباما انتظر العالم منه في العهد الأول في إدارته الأولى أن يقوم بهكذا، لم يكن يتجرأ لأن لديه انتخابات. طبعا ولكن راهننا جميعا فعلا أنه في الإدارة الثانية في العهد الثاني سيقوم بهذه الخطوة. أيضا هناك اعتصامات تحصل سنويا أمام السفارات الأمريكية وأمام البيت الأبيض تطالب دائما هناك تذكير بهذه القضية. نعم. طب
فقط لنشرح الوضع في كوبا. نعم. كوبا من دون انترنت. نعم. سيارات ربما ليس هناك سيارات حديثة. نعم. في كوبا. نعم. الوضع البنى التحتية ربما لا ندري يعني حتى الأمور التي أي إنسان طبيعي على وجه الكرة الأرضية يحصل عليها من هاتف خلوي من اتصال. نعم. مع العالم الخارجي. نعم. لم يكن متوفرا. نعم. كيف سيؤثر هذا الأمر الآن على كوبا هذا الانفتاح؟ لو تخبرينا أساسا يعني أكثر عن الوضع. نعم. أنا يعني تعطينا أمثلة حسية يكون. نعم. نقرب الصورة أكثر. نعم. أولا كوبا بعد انهيار المعسكر الاشتراكي عانت من مرحلة أطلق عليها المرحلة الخاصة المرحلة الاقتصادية الخاصة وفيها أيضا عانى منها الشعب الكوبي كثيرا. لكن بعد الانفتاح الذي حصل مع كل دول أمريكا اللاتينية وهذه الإلفة والتعاون والتعاضد الذي حصل والتكامل الاقتصادي الذي حصل بين دول أمريكا اللاتينية وعلى رأسها كوبا والبرازيل وفنزويلا والبرازيل. نعم. والإكوادور إلى آخره والأرجنتين تحسن الحال لدى الشعب الكوبي. كل الصعوبات التي يعاني منها الشعب الكوبي تعود بمعظمها بأكثريتها العظمى. نعم. يعني للحصار. اليوم وضع الشعب الكوبي بالرغم من كل هذه الصعوبات حقق نتائج حسب اليونسكو هو البلد الأكثر احتراما للتعليم والتربية لشعبه في العالم في الكرة الأرضية. نعم. حسب منظمة الصحة الدولية هو البلد الذي حقق أعلى نسب من العناية الصحية ومن التقدم العلمي الطبي. نعم. في مجال العناية الطبية أيضا والعلاجات للأمراض المستعصية وإلى ما هنالك. هذا البلد رغم كل صعوباته تحقق تقدما كبيرا. نعم. أشكرك سيدة وفيقة إبراهيم. انتهى الوقت. شكرا يعني لكم. الموضوع شكرا يحتاج لكم. إلى كثير. نعم. من الحديث وأنت يعني. لديك شغف أساسا في الحديث عن هذا الأمر ومبروك اليوم. لك شكرا سيدة وفيقة إبراهيم مستقلة نجد تضامن مع قضية المعتقلين الكوبيين. مشاهدينا نختم هذه التغطية إذا الخاصة بإعادة العلاقات بين أمريكا وكوبا وإطلاق المعتقلين الكوبيين وأيضا المسجون الأمريكي في كوبا ونلتقي بعد قليل في نشرة إخبارية.